أنا أحبك يا شعر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. أنا أحبك يا شعر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر الخير يا رمضان. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع حلقتنا الأخيرة من برنامج حذر فذر، الحلقة العاشرة، حلقة شيقة وممتعة بنتمنى إنها تنال إعجابكم. للأسف وصلنا الحلقة الأخيرة من برنامج حذر فذر مع موقع المصاري، لكن مش هاي النهاية، في عديد من البرامج من هنا حتى نهاية شهر الفضيل، فخليكم معنا حتى نبلش حلقتنا من اليوم. شوف كم حط سعيد معنا، كان معكم بالتقديم صايب حلو سرين جبارين. يلا نبلش. من واحد لعشرة حدو سوينا، حبيبي بحب العشرة تاني من يكون عيد وراي فليح بالعربي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة مرحبا. يا هلا، رح فيك ابو شاشة موقع المصار برنامج حذر فذر، تفضل عرفينا حضرتك. اهلا، محاجني ياسمين. اهلا فيك، شو رايك بجو رمضان هاي السنة؟ والله حلوة زي كل سنة، يعني في ناس وفي عالم وحلو. ضل لقيت 8 ايام، احنا قاعدين بنشوف الاجواء كانها ليلة العيد، شو رايك بالشيء؟ طبعا قبل يعني اخر 10 ايام بتشوف اقبال الناس على الاواعي، اللي بعده مش مشتري واعيد، اللي بعده مش مشتري حاجياته لحمه، كله الناس بتصير باخر 10 ايام يعني تتساوى تفضل حالها. من احلى الاستعدادات هاي السنه والسنه اللي مركه؟ والله زي كل مره زي كل سنه، العيد هيته دائما يعني كل سنه احلى من السنه. جاهز للسؤال؟ تفضل. شو هو الحجر الاسود؟ شو هو؟ الحجر الاسود. شو هو الحجر الاسود؟ الحجر الاسود، الحجر الاسود شو لونه؟ الحجر الاسود اسود. الحجر الاسود شو لونه؟ الحجر الاسود ولا البحر الاسود؟ الحجر الاسود. عندك احتمالات؟ ازرق، احمر، ابيض. ابيض ابيض. متأكدة 100%؟ ابيض الحجر الاسود؟ ابيض. طيب الف الف مبروك، ربحت معنا قسم كرام قسم كواو، فضل وجه كلمه للام الاسلاميه وموقع المصارف لشهر رمضان.
نتشكر شركة واو قبل كل شيء وجريدة المسار، وكل عام وانتم بخير جميعا ويسلموا. شكرا لكم، الف مبروك، كل عام وانتم بخير. وانت بخير يا هلا. مرحبا. اهلين. كل عام وانتم بخير. وانت بخير. تعرف عم حضرتك؟ اسمك؟ مجمع ابو دغش. اسمك؟ خليل. اهلا وسهلا. كذا شو عمرك؟ 14. طيب بتعرف الدول اكيد صح؟ اه. عاصمة العراق شو هي؟ بغداد. متأكد؟ مليون في المية. طب الف الف مبروك، وسمعنا بجائزة من السان رايز، بتحبي تقول ايش لموقع المسار؟ اهلا وسهلا بيكم، كل عام وانتم بخير. مرحبا. اهلين. اهلا بيك. قبل شفت موقع المسار برنامج حزر فزر، تفضل عرفنا حضرتك. حميد احمد ابراهيم من ام الفحم. اهلين فيك، شو رايك باجواء رمضان هاي السنة؟ الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يبعد علينا الجميع بخير وسلامه. وليقا زي ما قال صاحبي، احنا هسه ضل 8 ايام للعيد الفطر، شو رايك بالاجواء اللي بتصير كانها ليله عيد هسه؟ اجواء حلوه، اجواء سعيده، ان شاء الله ربنا بيهونها على الناس وعلينا وعلى الجميع، وان شاء الله كل الناس تفرح بهالعيد. جاهز للسؤال؟ ان شاء الله. شو اطول رحله بتاريخ البشريه؟ اطول رحله بتاريخ البشريه هي بدها بجروت شاليم. يستعين بحدا، يلا وياك عندك جماعة مليانة، يستعين بحدا. جميل. أطول رحلة بتاريخ البشرية. بسم الله، هي كل أم الفحم والمنطقة عندك، اسأل لك حدا. كلهم حريم، نسأل حريم يعني. غير. يا الشباب، يا الشباب اسألوا. صاحبي ما أدري خوت هذا. أطول رحلة بتاريخ البشرية. أطول رحلة. يا صاحبي. أبرطعة. وين؟ برطعة. مهلا برطعة. إذا ما نشوف لك سؤال غير هو. يلا إذا فكر فيها شوي، فكر فيها. حزر فزر. القمر. إسراء والمعراج. متأكد؟ آه. 100%؟ 100%. طيب ألف ألف مبروك، ربحت معك اسم شراء من محلات أبو شكيب للأدوات الكهربائية. بدل وجه كلمة للأم الإسلامية وموقع المسار بحلول شهر رمضان. كل احترام لموقع المسار، أن الله بوفقهم وليقا. تسلم حبيبي، كل عام وأنت بخير وألف مبروك. حبيبي. مرحبا. أهلين. شو اسمك؟ شمس. أهلا وسهلا يا شمس، قديش عمرك؟ أنا 6 سنين. بتصومي؟ آه. متى أنت تصومي؟ بكرة بصومي. شو؟ بكرة. طيب تغني لنا أغنية حلوة مثلي؟ الأرنب لأمي. شو؟ الأرنب لأمي. طيب يلا إب. قال الأرنب لأمي اسمحي لي رح ألعب، ماما قالت له لا يا ماما هلا بيجي تعال. قالت تعال. يا ماما هلا بيجي لك الثعلب، حزي الأرنب بكتافه ما سمع كلمة أمه، رح يتمشى للبستان ويقطف وارد ويشمه، شاف ثعلب هجم عليه صار يرقد هو وياه. طيب شطورة، ربحتي معنا هدية من مكتب الشاملة، كل العالم كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أنتم بخير، شكرا. ده ماشي، شو اسمك؟ سعيد. وانت؟ امير. وانت؟ امير. انا. وانت؟ انا. سجود. وانت؟ همة. انا. ده ماشي، اللي هسه اللي هسه بدنا نغني مع بعض، شو بدكم تغنوا؟ يا ده ماشي ماشي، اللي يبكي احلى صوت صوته بضرب حوادي، يلا غنوا. يا بشيرة. يا بشيرة. صوتكم كلكم مجانين.
مرحبا. اهلا بخير. رح فيك ابو شاشه موقع المسار برنامج حزر فزر، تفضل عرفنا حضرتك. مهاجمي سامر. اهلا فيك، هدول اولادك مظبوط؟ شو اسمك الحلوه؟ ديانا. وانت؟ يزا. تمام، شو رايك باجواء رمضان هاي السنه؟ والله الحمد لله رمضان بجنن واجواء حلوه، وان شاء الله بيجي العيد على جميع امه الاسلام. بكون عيد حلو على الجميع والكل بنبسط وبفرح، الكل بنبسط وبفرح بهالعيد ان شاء الله يا رب. شو رايك بالاجواء هسه؟ والله اجواء حلوه، هي اول مره بتصير عندنا في ام الفحم هاي الاجواء هون بالكينيون، هذا كينيون ابو دغش، شيء حلو بجنن. بتسوق؟ يزا. بتسوق؟ الحمد لله. اي صف انت؟ صف الثالث. اي صف انت تسوق؟ نعم. من اي صف انت تسوق؟ انا صف الثاني. طيب وانت صايم ايش بتقضي وقتك؟ على الكمبيوتر. جاهز للسؤال؟ جاهز للسؤال؟ جاهز. شو هي اصغر قاره في العالم؟ اعتقد استراليا، بلاش تفكير، استراليا 100%. مليون في المية. استشيروا شوي عيالي. استراليا اصغر قارة؟ اصغر من قارة استراليا؟ مش اصغر من استراليا. استراليا. استراليا اصغر قارة. ايه طب فيش خيارات؟ ما في خيارات. امريكا، استراليا، كندا. كندا. كندا يمكن. تعد قارة كندا. كندا. كندا قارة. لا كندا. لا استراليا. استراليا سؤالني. الف الف مبروك. جواب انا من محلات ابو شكيل الادوات الكهربائيه. تفضل وجه كلمه لموقع المسار والام الاسلاميه بحلول شهر رمضان. ان شاء الله بنعاد علينا وعليكم بالف خير والف سلام جميع امه الاسلام، تنبسط بالعيد وبرمضان ان شاء الله يمرق عليهم بسهوله، وبتمنى لجميع امه الاسلام دوم الفرح ودوم السعاده. وشكرا لمحطه المسار. موقع المسار. لموقع المسار وللمعلقين والمذيعين، والف الف 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 عيد سعيد. هلا كل رمضان كريم على الكاميرا. يلا احكي اشي على الكاميرا. الف مبروك، ان شاء الله نعيد على الاهل والقرايب. ان شاء الله الف مبروك، الف الف مبروك. بشكر الفرقة تبعتكم اللي ربحتنا. ألف مبروك، كل عام بخير. مرحبا. مرحبا. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. نعد علينا وعليك إن شاء الله. إن شاء الله. شو اسمك؟ سيما. أي صف؟ ثالث. جاي تشتري من هون؟ لا. تصومة؟ آه. من أي صف أنت تصومة؟ من سنة. بس بابا جهزي للسؤال؟ بسأله بتعرفي عواصم البلاد؟ شو؟ عواصم الدول. عواصم البلاد؟ بتعرفي فرنسا؟ اه. شو عاصمتها؟ باريس. باريس. انا عارف. فكري اكثر منطقة بتعرفيها بفرنسا شو هي؟ باريس. باريس. متأكدة؟ اها. 100%. طب ألف ألف مبروك، فزت معنا من المكتب الشاملة. بتحبي تقولي إيش لموقع المسار؟ شو؟ كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، بشكركم. مرحبا. شو؟ مرحبا. الحمد لله. شو الأخبار؟ منيحة. شو اسمك؟ دارين. أي صف يا دارين؟ ثالث، ذو الحجة. طب تصومي دارين؟ أه. أي صف أنت تصومي؟ تستية. طيب انت وانت صايم ايش بتتسلي؟ بتحضر طيور الجنة؟ اه دايما كل يوم؟ بس مش حافظها. اه طيب بتعرفي ديما بشار؟ لا ديما بشار عارفة شوي بس اما بنساها. طيب شو بتعرفي غنينا لطيور الجنة؟ كنت عادي مرة. طيب غني لي اياه. كنت قادي مرة جوا حوش الدار تحت الزيتون الخضرة جنب كيلي. قلي صوتك قلي صوتك قلي صوتك. لا أنا يلا عصبت يلا عصبت. طيب أنو يجي سعيد أولي تعالي يلا يلا. أول شيء شو اسمه؟ هيا. اي صف هيا؟ ايه طلع السابع. كيف رمضان هيا؟ منيح حلو. والسنة؟ اه ان شاء الله سعديها وغني معها.
يلا انتوا الثنتين نغنين مع بعض. يلا لولا ولولا ولولا لولا انا ديما ودايما الاولى واللي دايما اولى مثلي هالغنو الحلو يغنولا يلا ردوا قولوا لولا يلا ردوا قولوا لولا بالمدرسه ما في مثلي وعلى ما نهاتي بالملي وبالصبح بإصحى بكير ولا واجب عمري بخلي ومو معلمتي بحبها كتير كل الصف يزقف لي اسألوا عني مين يلي أشتر وحدة بيقولوا لا من مهرج سنان انت من مكتبة الشام للغفاري قدر كله تعال تعال تعالي كل رمضان كريم على الكاميرا انت اثنين كله بصوت عالي رمضان كريم رمضان كريم رمضان كريم مبروك موقع المسار طلع عندي هون تحية لموقع المسار نسمع لك كيف حامي حامي عرايو بتحداني مين بتحبه أكثر عمو خميس ولا المسار طب مين بتحبه أكثر المسار ولا المسار كمان شلون انت بدك تضلك هون لسه بتطير انت ما باجي على خشب ما بقول لك 20 كيلو بحياتنا لك يعطيك الف عافيه برامج listen to the rhythm انا احبك يا شعر الخير لانك احلى ايامي احب ازور احبابي واخوالي أنا أحبك يا شعر الخير لأنك أحلى أيامي أحب أزور أحبابي وأخوالي وعمامي يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا سلي يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا سلي على فكرة مصعب كنت اتجول في احدى احياء ام الفحم ولكان وسلم عليك ان انت مقدم البرنامج وقلت له تعال اليوم خلينا معك مقابل مزبوط مصعب صح مصعب شو رايك الاجواء منيحه منيحه انجاز للسؤال لكن لعبة البلدي ام الفحم واتحاد ناس سخنين بالكاس كم دخل صار 2-0 الى سخنين اكيد متاكد شو رايك بلعب ابو علي ام الفحم مكتب البلدي منيح بكميه انا احسن سخنين البوين بلدي سخنين سخنين ليش يعني شايفين انتم لعيب مليح وشعري مليح طب سمي لي لعيب من سخنين بحب سخنين انت اواطر بعلي من الفحم ولا سخنين بعلي من الفحم ليش عشان فرق بلدي اه طيب الف الف مبروك مصعب ربحت معنا جائزة من وجبة من نعنع مطعم نعنع وكلنا عبد اللطيف كل رمضان كريم كل عام انتم بخير وكل ان شاء الله نشوف بقول ام الفحم دوري ابطال اوروبا مبروك كل عام انتم بخير وان شاء الله بنشوف بقول ام الفحم بابطال اوروبا ان شاء الله يا رب كل عام بخير مصعب مرحبا عند شو اخبارك؟ منيحة شو اسمك؟ ناصر اي صف؟ ثالث تصوم؟ اي صف انت تصوم؟ من اول بدك تشتروا على العين؟ اه بتجهز السؤال؟ اه بتعرف ايطاليا؟ اه شو عاصمتها؟ ايطاليا شو عاصمتها؟ روما متأكد؟ شو؟ متأكد اه
بألف ألف مبروك، فزت معنا بجائزة من مكتبة الشاملة الغفار أم الفحم. كل عام أنتم بخير للمصاعي. كل عام أنتم بخير، رمضان. مرحبا. هلا. رح فيك أبو شاشة موقع المصاري برنامج حزر فزر، تفضل عرفنا حضرتك. اسم مجد أحمد إسماعيل من أم الفحم. أهلا فيك، شو رأيك بالأجواء اللي بتصير هسا؟ كنا بدغل. الشيء بجنن على الآخر عن جد، إنه رمضان بيحيي كل العالم، بيحيي كل الأمة الإسلامية، إنه بعت حياة للكل. مثل العام المرق مثل هسا هي كأنه بقت ليلة العيد، شو رأيك بالشيء؟ لا هسا في دغل. قبل 10 أيام كأنها ليلة عيد، كل ليلة صارت ليلة عيد. صح، عشان الشيء بجنن، شيء يعني الشكر لمن توجه؟ توجه لكل العالم، توجه للأساس لأبو دغش، أخص إشي للي بيعلن لأبو دغش، للي ببث لأيات بني آدم إنه يحيى أطفال، يحيى أشياء كثير، وكل احترام منهم ما شاء الله. جاهز للسؤال؟ شو؟ جاهز للسؤال؟ إن شاء الله. من أول الرجال أسلم؟ من هو أول؟ أبو بكر الصديق. أكيد؟ متأكد. كدش من مية؟ 100%. شو؟ فكر فيها شوي. بكر الصديق انا من اول شيء. مضبوط، اجابه صحيحه. الف مبروك البيت معنا وجبه من السر رايس. تفضل وجه كلمه للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان. كل الاحترام لكل بني ادم، اللهم صل على سيدنا محمد، والشيء بجنن ما شاء الله. كل عام وانتم بخير. انا هلا. شو اسمك؟ انس. اي صف انس؟ طالع رابع. بتصوم انس؟ الحمد لله. طب انت بصايم ايش بتتسلى؟ بالتلفزيون محشي. طب صعب الصيام بالحم صح؟ شو بتعطش كثير؟ لا بشرب صحة. ما بتصحي لانه يجي الفطور تبقى جعان صح؟ شو بتحب تفطر انت برمضان؟ معجنة، رز، شنيتزل، شنو؟ طب اليوم شو افطرت؟ اليوم وين بكينا احنا؟ اليوم كنا بعرس، فطرنا رز. مش بعرس؟ شو؟ ما بكيتوا؟ ما بعرف شو اكل. يلا يا ضل مزكر. يلا تذكر تذكر، انا بس اذا بتتذكر ضربك. يلا المحل لو واحد توفى هسا روحنا غير مشان نوم. الله يرحمه. الله يرحمه. طيب ماشي، جاهز للسؤال. بتحب الفوتبول؟ كثير. انا في اخر فريق تحبه؟ برشلونه. برشلونه وبالاسبانيا باليورو. يا طب اليورو السنه انا اخذها اسبانيا. مع مين لعبه؟ مع ايطاليا. قد غلبوه؟ 4-0. اكيد. 4-0. 4-0. بحب اسبانيا. بحب ايطاليا. ايطاليا. بحب ايطاليا. بحب اسبانيا. ما بحبش اسبانيا. ربحك؟ طيب ماشي، انت اللي ربحك. رحت معنا من حلويات الناصب البلد، الف الف مبروك. تفضل. كل الف رمضان كريم، كل عام وانتم بخير على الكاميرا. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. مرحبا. كل عام وانتم بخير. هلا. مرحبا. هلا. كل عام وانتم بخير. كيف الف خير يا هلا. عرفنا بحضرتك؟ من ام الفحم. سوريا مهنا من ام الفحم. اهلا وسهلا، شو جايين تشتروا من هون؟ جايين نتشرى الاولاد عشان العيد. كيف اجواء رمضان؟ كيف اجواء رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، رمضان كريم. جبتيهم على الحفلة عندك؟ لا والله جينا بالصدفة ولقينا الحفلة شغالة. طيب كل عام وانتم بخير. شو اسمك؟ فهيمة مهنا. كل عام وانتم بخير. انت بخير. جاهزة السؤال؟ طيب بتعرفي في لبنان؟ شو عاصمتها؟ بيروت. متأكدة؟ ألف ألف مبروك، فزتي معنا بجائزة من سان رايز. بتحبي تقول إيش لموقع المسار؟ شكرا لموقع المسار ورمضان كريم. أهلا وعليكم، بتحبي تقول إيش لموقع المسار؟ موفقين إن شاء الله وللأمان. مرحبا. أهلا. فيك أبو شاشة موقع المسار برنامج حزر فزر، تفضل عرفينا حضرتي. غبارية خولة، معلمة لغة عربية. معلمة خولة، كيف بتشوفي أجواء رمضان هاي السنة؟ هاي السنة بالذات حلوة كثير، بالذات هون بأم الفحم، في تغيير، في جو عربي، في ناس، في روش، حلو. بتضل 8 أيام للعيد، الأجواء هون زي الأجواء اللي تلاقيت، شو رأيك؟ إنه الأجواء حلوة، إنه في ناس، بقول في حركة، وهذا بخلي الأجواء كثير حلوة، وخلينا نحس إنه في جو عربي، يعني مش إنه دولة مش إسلامية معناتها إنه فيش جو، لا إنه حلو. يعني ماشي، قلت لي معلمة عربي. أيوة. بسألك سؤال بخص اللغة العربية. تفضل. إيش هو البيت اللي كتب المتنبي؟ اللي أدى إلى موت المتنبي. أدى إلى موت.
الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. الله عليك الله عليك الله عليك، ألف ألف مبروك ربحت معانا هديمة قسمك. واو، بدنا نوجه لموقع المسار والأم الإسلاميين حلو شهر رمضان. شكرا كثير لك، شكرا. أنا شرطة تذكري. الحمد لله، كل عام وأنتم بخير. أنت بألف خير حبيبي. شو اسمك؟ هداي. أي صف هداي؟ صف خامس. تسوم هداي؟ نعم. أي صف أنت تسوم؟ صف الأول. اللي صف؟ صف الأول. طيب وأنت صايم إيش بتتسلى؟ المحاشي والتلفزيون. طيب شو بتحب تفطر برمضان؟ رز ولبن. ده السؤال؟ نعم. كريم بنزيما لعيب ريال مدريد بتعرفوه؟ كريم بنزيما. كريم بنزيما بأي منتخب بيلعب؟ لا بأي منتخب، أي منتخب؟ إيطاليا. اسبانيا. اكيد. جواب خطا، سنفوز معنا بالمره القادمه. فضل كل رمضان كريم. رمضان كريم. مرحبا، شو اسمك؟ عمار. اي صف يا عمار؟ صف الخامس. بتصوم عمار؟ الحمد لله. اي صف انت بدأت تصوم؟ من صف الثاني. اه طيب، شو بتحب، شو بتتسلى وانت صايم؟ نعم. ايش بتتسلى وانت صايم؟ على المحاشير. طيب شو بتحب تفطر برمضان؟ شنيتزل. ماشي. تحب تحضر فوتبول؟ كثير. كيف كريم بنزيما بيلعب مع ريال مدريد؟ اه. اي منتخب بيلعب؟ فرنسا. متأكد؟ متأكد. كريم بنزيما؟ متأكد. فكر فيها شوي. متأكد. فكر فيها يلا. متأكد. كريم بنزيما؟ بيلعب مع فرنسا. كريم بنزيما أخرى مرة. وين بيلعب؟ نعم. وين بيلعب كريم بنزيما أخرى مرة؟ فكر فيها. منتخب ولا فريق؟ طيب منتخب. هسه بيلعب بفرنسا. طيب. فكر فيها يلا. جزائر. جزائر. أما هو فرنسا، هسه بيلعب مع فرنسا. 100%. نعم. 100%. 100%. أنا ضرب حق بس عشان مرة ديتش علي والجواب هو صح فرنسا. ألف ألف مبروك، ربحت معنا وجبة من مطعم نعنع مجمع عبد اللطيف. تفضل كل رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير على الكاميرا. كل عام وأنتم بخير. أنا أحبك يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. أنا أحبك يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وأعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمسة فروض يا صلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر الخير.